إلى أرباب العمل الموريتانيين والشركة الوطنية للكهرباء لتدارس الوضعية العامة للشركة والجهود التي تقوم بها لتوفير الكهرباء للشركات والمصانع بشكل دائم ومستمر للضمان الإنتاجية والمردود الاقتصادي الوطني. هذا اللقاء كان بسبب انقطاعات الأسبوع الماضي للمصانع في نواكشوط، وتلقينا شروح وافية من المدير العام عن أسباب هاي الانقطاعات وشن هي مولي الحلول المستقبلية لذلك. تحدثنا عن القطب التجاري اللي هو في بيكا 28. المدير العام التزم على إنه إن شاء الله شكل لجنة بين الشركة والاتحادية الوطنية للصيد، إن شاء الله ستبدأ أعمالها إن شاء الله ابتداء من غد ليكتشف الحلول الكافية لذلك. وتحدثنا في موضوع نواذبه، لأن كيف تعرفوا على أن خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله لا يبدأ الافتتاح، والافتتاح كان منافع لأن تعود الشركات والفاعلين الاقتصاديين في مجال الصيد يعودوا متأكدين على ما لا يتجبر مشاكل. المدير العام أكد أن على الحمد لله ما فيه مشاكل، وعلى النواذيب اليوم على أنه الطاقة جايته كافيته. وستسعى الشركة الوطنية للكهرباء من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى إيجاد الحلول المناسبة للانقطاعات الكهربائية التي تحدث لأسباب متعددة، كما تسعى الشركة إلى استغلال الإمكانات الوطنية الهائلة في مصادر الطاقة المتعددة. مدينة نواكشوط كيف قلنا شهدت في هذا الأسبوع الماضي اضطرابات شوي في تزويدها بالكهرباء خصوصا في المنطقة الصناعية، وعلى كل حال الأمور بدأت ترجع الحمد لله لمجراها الطبيعي، وتفاديا لتكرار هذه الوضعية السلطات العمومية أخذت مجمل التدابير الضرورية. ونحن على مستوانا كشركة صملك وانتوما كاتحاديات قررنا كيف تعرفوا سيد الرئيس على أن تعود عندنا لجان مشتركة لمتابعة هذه الوضعية ولتقييمها، ونعود عندنا اجتماعات دورية لا إن شاء الله هوها نشوفوا فيها كل النواقص المطروحة ونحاول علينا سويا نتغلبوا عليها نحن وانتم لأننا نعتبروا عنا شركاء. أيضا تطرقنا كيف تعرفوا اليوم للأمور اللي متعلقة بالأفاق المستقبلية، وخصوصا تطور الخدمة، شنو المشاريع الكبيرة اللي موجودة اللي الدولة ركعت إياها شارف عليها. تكلمنا عن المشروع الكبير اللي مشروع تزويد المناطق المنجمية في زوارات بالكهرباء، وقلنا على انه مشروع متقدم، انه حوالي التقدم فيه نسبه التقدم زادت على 70%، والمتوقع انه ينتهي قبل نهايه السنه. تكلمنا ايضا عن المشاريع المتعلقه بالغاز، المحطات اللي تعود تشتغل بالغاز واللي زاد هي الدور تعطي دفعه نوعيه للانتاج الكهربائي على مستوى البلد. وخلال الاجتماع عبد الطرفان استعدادهما للتعاون المشترك بما يضمن جودة الخدمة ويحقق ثراء في الإنتاج والعمل على معالجة الاختلالات المحتملة.